النسخة الخامسة لشهر الكتاب والقراءة ستنظم في ظروف استثنائية تمر بها البلاد. لهذا السبب رأينا أنه من المناسب أن نركز اختيارنا على شعار هذا العام، والذي هو الكتاب عامل للسلام والعيش معا، لاتخاذ رهان المصالحة الوطنية والحوار الشامل من جهة، ومن جهة أخرى القيام بأعمال بناءة مع الآخرين لإرساء سلام دائم والعيش المشترك. أي كتاب مهما كان محتواه فهو ينقل القيم العالمية التي تصنع المواطنين وتجعلهم قادرين على احترام قوانين الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمع ديمقراطي. وتكمن خصوصية هذه النسخة الخامسة في تعديل شكل الجوائز المخصصة للكتاب والمؤلفين التشاديين، بإضافة جائزة الأدب التشادي للتعبير العربي. Du prix de la littérature tchadienne d'expression arabe.